مباراة من بداية البطولة لحد 56 مباراة ولله الحمد لا توجد إصابات بين اللعيبة ولا توجد أي حوادث من اللعب. هذا اللي نحن نطمح إنه يتحقق في خلال البطولة كلها، لأن سلامتهم وسلامة اللعيبة مهم جدا. يعني لحد الآن الحمد لله رب العالمين كل اللعيبة الموجودين، حتى واحد طلع بالضربة القاضية ولكن حافظنا أن نحافظ على سلامته وسلامة وصحته، فكان دخل المستشفى ودون المستشفى ورجع من المستشفى وطلع من المستشفى والحمد لله رب العالمين الآن مرتاح ويالس فقط الآن على صحة. إيه الحمد لله رب العالمين، هذا بحد ذاته اطمئنان إلنا خلال المرحلة القادمة إن البطولة تسير في طريقها الصحيح إلى النهاية إن شاء الله خلال الأيام القادمة. إذن دخول قوي لكلا الملاكمين في الركن الأحمر من قرغيزستان زاكيروف، ولدينا في الركن الأزرق اللاعب الهندي جاروف ساينية. لدينا حكمة اللقاء الهنغارية فيرونيكا سوسك، ولدينا قضاء من الإمارات العربية المتحدة، أوكرانيا، فلسطين، سريلانكا وإيطاليا. ارتداء معدات السلامة. أنا أبغى أشير إشارة يعني وأنوه حاجة. ملاحظتي خلال السنتين الماضيات تطور الملاكمة الهندية بتطور فظيع جدا خلال السنوات الماضية. يعني بمعنى صح عندهم أكاديمية وقاعدين يفرزون ملاكمين على أعلى مستوى من الاحترافية. إشادة أنا أحب أن أوجه هذا الأخوة في الاتحاد الهندي مشاركتهم، وتربطنا علاقة وثيقة جدا مع الاتحاد الهندي لما تم النقل مثل ما أسلفت في البطولة الماضية للرجال من دلهي إلى دبي. تربطنا علاقة وطيدة جدا بينه وبين الاتحاد الهندي، وحتى تحدثت مع الرئيس معانا في الصالة رئيس الوفد الهندي أن نحن نطمح أن نحن نعسكر ونقيم تدريبات في الأكاديمية الهندية اللي موجودة عندهم. لما لا؟ لزيادة الاستفادة ملاكمينا خلال السنوات. إذن تعاون بين الدولتين صديقتين في نجاح الرياضة في كلتا البلدتين، وبالذات أن الهند أصبحت من الدول الكبيرة في عالم الملاكمة. يعني الآن أنا لو أتكلم على مشاركة الهند أمام أوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان، يعني الآن أصبحوا الأخوة الهنود لا يقلون مستوى يعمل لهم حساب الآن في اللقاءات الدولية. يعني تخطيط جيد سيد عبد الله الاستفادة من كل ما حولكم وكل الفرص للاستفادة من الخبرات الأخرى. فهذه شوف لو نلاحظ على بنيان البنية الجسمانية تقريبا متقاربين بيننا وبين الأخوة الهنود في البنية الجسمانية والملاكمين اللي موجودين. نعم. على هذا الأساس ليش ما نستفيد من الخبرة اللي اكتسبوها الاتحاد الهند. فإذا هذا إدارة ذكية لتتبع الميزات لكل فرق والمحاولات الاستفادة منها، كما أشار السيد عبد الله الآن في تقارب البنيان الجسدي للاعبين الهنود واللاعبين الإماراتيين. قد يكون هذا هو الدافع للذهاب إلى أرضهم وتعلم جديد هناك، لأن الخيارات متاحة كثيرة جدا وكل المستويات بتلاقيها عندهم. يعني أنت لما تروح في أكاديمية تكون خياراتك مفتوحة. يعني نحن عسكرنا في أوزبكستان وكازاخستان في الأكاديمية عندهم، كان الخيارات من اللعيبة بالمستويات، أنت تبقي مستوى متوسط تبقي مستوى ضعيف تبقي ترتقي إلى مستوى عالي. فهني لما تشارك في المعسكرات معاهم تبدأ بالمستوى الضعيف وانت تتدرج لين ما توصل إلى مستوى العالي، فكون اكتسبت مهارة عند اللاعب، اكتسبت مهارة واكتسبت
خبرة في كيف يتعامل مع الملاكمين. ترى الملاكمة ليس بجلسة وأنا أتابع وأشوف وأسوي أو أحتك داخليا بين لعيبتنا، لا، الملاكم لازم أن يحتك بمستوى أقل منه ومستوى نفسه ومستوى متوسط ومستوى عالي عشان يقدر أنه يجاري ويكتسب المهارة في اللعب. إذن لازلنا في هذا النزال الذي يجمع جمهوريتي كيرغستان والهند. يمثل منتخب الهند اللاعب سايني في الركن الأزرق، واللاعب الكيرغستاني زاكيروف في الركن الأحمر، مع أفضلية بسيطة للركن الأحمر في الطول عن اللاعب الأزرق. اللاعب الهندي في وضعية ساوث بو لوضعية اللاعب الأعسر، واللاعب الكيرغستاني في وضعية اللاعب الأيمن. اللاعب الأيسر له الأفضلية في بالذات لما يكون معاه لاعب أيمن، فيكون إليه المجال مفتوح لأي لكمة يوصلها، لأن العمل بالإيد كلهم يلعبون باليد اليسار مستقيمة واليد اليمين لللكمة. أما هو لا، عنده اليد اليمين الهدف بيكون عنده اللكمة على الويه على طول. وأيضا أن الملاكم يقف بصورة مغايرة، هو قد تعود الملاعب الملاكم الأعصر على كثير من اللاعبين بطبيعة الحال الأيمن في نفس النادي أو نفس الفريق، لكن هو بحق كون الشخص الأعصر ليس كثير، ففرصة ملاقاة اللاعب الأيمن لاعب أعصر في النادي قليلة. صحيح، وهذه من الميزات اللي يتميزون فيها اللاعب. أتوقع أنهم يجرون اختيارات مبكرة للاعبين منذ الصغر. شوف، لما يكون عندك أكاديمية وعندك الخيارات متاحة كبيرة جدا، يتم الاختيار والمفاضلة بين اللاعب ولاعب، هذه هي بحد ذاتها. فإذا الخطة التالية بالاتحاد الإماراتي بإذن الله يعني وضع بعض الأكاديميات والاستفادة من الأكاديميات الأخرى إن شاء الله في المستقبل القريب. إن شاء الله إن شاء الله بعون المستقبل. لقاء قوي حتى الآن أعزائي المشاهدين في الجولة الثانية، اللقاء الذي يجمع كيرغستان والهند. لسعني لا نشكر سعادة عبد الله الزعابي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة الفنية الاتحاد الدولي للملاكمة على هذه الإضافة والإثراء على الهواء مباشرة. إن شاء الله نشكرك سيد عبد الله، ونواصل وإياكم أعزائي المشاهدين هذا النقل الحي المباشر لمجريات البطولة القارية الآسيوية والمقامة هنا في دبي. اللقاء الحالي يجمع منتخبي الهند ومنتخب كيرغستان، لقاء قوي، لقاء فيه ندية عالية. كما ذكرنا حكمة اللقاء من هنغاريا والقضاء من الإمارات العربية المتحدة، أوكرانيا، فلسطين، سريلانكا وإيطاليا. اللقاء قبل الأخير في هذا النزال. الجولة الثالثة الآن على وشك البدء بين المنتخب الكيرغستاني والمنتخب الهندي. بداية قوية لكل اللاعبين في الجولة الثالثة والأخيرة. الحكمة تشير إلى منع الضرب ببطن القفاز. لكمات قوية. هذا النزال هو النزال القوي الذي يجمع بين منتخبي كيرغستان والهند في وزن 70 كيلوغرام لايت ميدل ويت. وهذه اللكمات من الملاكم الكيرغستاني، واللاعب الهندي لديه ستايل واسلوب جيد في المزاوغة والدوران والالتفاف حول الخصم وتسديد أيضا لكمات صاعدة باليد اليمنى. الدقيقة الأولى
15 ثانية من عمر الشوط الثالث أو الجولة الثالثة. الحكم للركن الأحمر تنبيه شفهي بعدم الدوران. نزال قوي حتى الآن. ثلاث جولات من المجهود الرائع لكلا اللاعبين والوصول للجولة الثالثة وتأدية هذه المجموعات من اللكم بهذه القوة وهذه المهارة والإصرار تتطلب الكثير والكثير من التدريب. ونهاية الجولة الثالثة بقرع الجرس ورجوع كل من الملاكمين إلى زاويتهما في انتظار إعلان قرار الفوز. قبل إعلان الفائز في هذا النزال Ladies and gentlemen, the winner by split decision in the blue corner representing India. إذن الفائز كان من نصيب الفريق الهندي. غوراف سيناي هو الفائز بهذا النزال بوجهة نظر القضاء. حظ أوفر للاعب زاكيروف من قرغيزستان ومبروك للاعب الهندي الفوز بنتيجة 4-1. قرار سبليت ديسيشن أو قرار منفصل، 4 قضاة أعطوا للركن الأحمر وواحد أعطى للركن، 4 أعطوا للركن الأزرق وواحد أعطى للركن الأحمر. هذه لقطات مقتطفة من مخرج الحلقة واللقاء والبطولة بشكل عام لأهم اللقطات في هذا النزال. إذن لازلنا وإياكم في هذا النقل الحي المباشر لمجريات البطولة القارية الأسيوية. وزن 81 كيلوغرام، الوزن فوق 81 كيلوغرام سيجمعنا بين أوزبكستان والهند، منتخبي الأوزبكستاني والمنتخب الهندي. لدينا رياضية كبيرة للاعب الهندي في هذه اللقطات، لاعب خلوق.